يا مساء الفل على كل مشاهدينا حبايبنا اللي بنحبهم جدا واللي بيوحشونا بجد بجد من حلقة لحلقة، ويا رب نكون ضيوف خفاف عزاز لزاز على قلبكم إن شاء الله. بنحاول نجيب لكم مواضيع جديدة ومختلفة ونخرج عن المألوف ونخرج عن المعروف، فدايما في مجهود فظيع إنه دايما يبقى في حاجات جديدة. فالنهاردة بقى موضوعنا جديد ومختلف اللي هو النص بالنص. يعني إيه النص بالنص؟ يعني نص بالنص يا حلو يا خفيف يا فهلاوي يا ذكي يا جامد يا غني. يعني بعد عاصفة الطلاق ما بين أنجلينا جولي وبراد بيت، ما تعرفش ليه بدأت الناس كلها تفكر إنه مين هياخد كام، ومين وأنجلينا أخدت كام مليون من براد بيت، والطلاق كلف كام مليون براد بيت، وبراد بيت دفع نص ثروته لأنجلينا جولي بعد الطلاق وهي أصلا غنية جدا أساسا ومش محتاجة. فراحت السيدة أمنة نصير عضو اللجنة الدينية في البرلمان، قدمت طلب أو اقتراح إنه الست في مصر لما تيجي تتطلق تاخد نسبة من ثروة جوزها. يعني لو الست، عشان نبقى فاهمين، لو الست بقى لها 5 سنين متجوزة تاخد 5% من ثروة جوزها، 10 هتاخد 10% لغاية اما توصل لسن 25 سنة جواز تاخد 25%، ما فوق ال 25 سنة زواج هتاخد 50% من اجمالي ثروة الزوج. طبعا الرجالة اعترضوا اعتراض شديد على الاقتراح ده، ولكن الستات يعني كانوا في ظهر هذا الاقتراح يعني بيتأملوا انه ده يتنفذ في يوم في الايام من بعد ان شاء الله 150 سنه كده في مصر. الرجاله بقى اللي اعترضوا قالوا ان ده ظلم. يعني ايه افضل شغال طول عمري زي لا مؤاخذه يعني ما تزعلوش مني زي الحمار، وتيجي واحده لمجرد ان انا طلقتها تشاركني في شقايا؟ طيب ما هو انت حسبها كده، ما هو الفترة اللي قضيتها معاك شقيت معاك، اللي انت حققته اللي المفروض تقسمك فيه او تاخد نسبة منه هو كده مش قسمة عدل، لان هي على كل سنة 1% ولا 10%. كل سنة 1%، يعني انت لو بتاخد 100,000 جنيه مثلا يعني تاخد 1% من 100,000. فانت ليه مستكتروا عليها؟ ما استكترتش ليه لما ربيت لك عيالك؟ ما استكترتش ليه لما شالت همك؟ ما استكترتش ليه لما كانت بتقومك الصبح وتفطرك عشان تروح شغلك اللي انت اخدت منه المبلغ ده، وتيجي تتغدى عشان تنزل تكمل في شغل تاني وتكمل بقيه المرتب على قلبك قد كده؟ الستات بقى اللي رحبت بالاقتراح ده قالوا ان ده اقتراح جميل جدا في زمن بيبقى سهل قوي على الراجل انه يطلق او يفرط في مراته وانه يتخلى عنها عادي جدا وعن مسؤولياتها. يعني الراجل بمعنى الكلمه الراجل الحقيقي ما بيخوفوش الكلام ده وما بيخوفوش القانون ده، والناس اللي وافقت على الكلام ده قالوا ان ده يعتبر انصاف للست في حد ذاته، لان كتير منهم جدا سابوا الشغل وتفرغوا للبيت والاولاد، فلو حصل يعني طلاق هتكون القسمه هي قسمه العدل. فبصراحه احنا من الاخر كده نعتبر شركه في كل حاجه، بنينا بيت وعملنا اولاد، فمش كمان هتطلق وكمان هبقى خسرانه كل حاجه، زوج وممكن يبقى جزمه وياخد مني الاولاد وكمان ما اخدش فلوس حتى امن بيها مستقبلي او اليومين اللي فاضلين لي في حياتي. من الاخر حرام كده بجد، اعصابك ما تتعبيش نفسك، زعليش نفسك يا حبيبتي، اطلعي اتجوزي بره هتاخدي حاجه تحرق الدم. والله يا اختي تعالي نشوف كده التقرير واللي حصل فيه ونرجع تاني نشوف اللي احنا فيه. ماشي، مش عايزه تعدي مننا ليه كده ليه كده؟ ما تعالي بس اقول لك على حاجه. احنا جاهزين. ايه رايك النهارده لما تتجوزي حد وتيجوا تطلقوا، لو هو اللي عايز يطلقك ياخد نص ثروتك، ولو انت اللي عايزه تطلقيه هتدي له نص ثروتك؟ لا ما مش هتجوز اصلا، احنا حياتنا بنيناها مع بعض، فاكيد ما ينفعش حد يطلع اخد كل حاجه وحد ما ياخدش حاجه خالص. تمام، ما هو اللي مش عايز هو اللي يدفع. لو انا عايز اخلص هوافق، مش هيفرق معايا، ما عنديش اي مشاكل عادي. في عدل، اخلص منه مش هديله، انا كنت زهقانه منه واديله فلوس. مش هطلق برضه، هي تجيب كل نص حاجه وانت تجيب نص الحاجه. انا هديها النص بالعيال بكل حاجه، انا مش عايز اساسا. من فكره المقايح اللي انت تتجوزي ده هيبقى عنده ثروه؟ عادي هقرفه في عيشته وبعدين اطلب نص ثروته. شرسه، لا بالحب بقى. وهو نصك ايه اصلا؟ مواصلات تقريبا. يعني انت بتهيألي معاك 7 جنيه ونص مثلا. مثلا يا دوب الواحد يروح بيه. الثروه دي هتبقى على حسب المده كمان، ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني انتوا اتجوزتوا مثلا سنه سنتين، كل ما تقعدوا مع بعض شويه كل ما الخميره بتحلو. مش مهم، اهم حاجه الفلوس. بالظبط. انا الشرع محلل 4، صح ولا مش صح؟
اتجوز اربعه عايز اتطلق، دي مشكلتها مش مشكلتي صح؟ يبقى ثروت مين؟ ثروت ثروتي اهو شفت؟ ادي اهي لو اتجوزت. حبيبي وحشني وروحي فيك وبقالي زمان، يا حبيبي وحشني وراضية بيك توحشني كمان، يا حبيبي وحشني 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 يا حبيبي. خطير بقول لك أحمد خطير. أنا عايز أقول لأحمد الخطيب أنت جاي مصلح في البرنامج ده، دي حقيقة. وبعدين ما أنت ممكن تغني للرجالة برضو، شمعنا بتغني للبنات بس؟ شفتي اللي بيقول انا ممكن اديها نص العيال؟ ده بيع الدنيا. على فكره هم العيال بتوعهم طول العمر هم الجوز، دي الثروه الوحيده اللي مش هينفع يقسموها. نشوف السؤال ونرجع نجاوب. هتقبلي تتنازلي عن نص فلوسك لطليقك وانت طبعا يعني ممثله مشهوره وفلوسك كتير وكده؟ الهي اشوفك سنافوره دماغك متعلقه فوق ورجلك مدلدله تحت، او يبقى في جيبك اللي في جيبنا دلوقتي. اه يا رب. مش عارفه الناس واخده فكره، هي مش فكره وحشه، هو طبعا الصيت ولا الغنى، الصيت ولا الغنى، بس اهدوا علينا شويه، اهدوا علينا، احنا ما بنلحقش، الفلوس اللي بتتحوش بتروح في حته ثانيه خالص غير الترفيه. ما يعرفوش والله، قبل ما بنقبض بيبقى معروف ده هيروح فين. طبعا لو مثلا هقبض 10 جنيه معروف ال 10 جنيه في 2 جنيه هنروح اعمل كذا، وجنيه هيدفع. احنا بنصرف الفلوس يا جماعه قبل ما تيجي. نطلع فاصل عشان اكتئبنا قوي ونرجع نكمل بعد الفاصل، استنونا. ليه نخلي الفلوس تخلينا مش واخدين راحتنا، مش واخدين حقنا؟ ليه ما تعيشيش مع زوج تاني في حاله ان انت تنفصلي عن ده؟ ده اقتراح جميل جدا في زمن بيبقى سهل قوي على الراجل انه يطلق او يفرط في مراته. مفيش حاجه في الدنيا ممكن تخلي حد يكمل في جوازه هو مش عايزها. احنا نعتبر شركاء في كل حاجه، بنينا بيت وعملنا اولاد، فمش كمان هتطلق وكمان هبقى خسرانه كل حاجه. ومش ببلاش كده. وبره برضو في محاولات ان هم ما يصرفوش، يعني خلاص انا مش عايزاك، طب تيجي نقول ان احنا منفصلين بس يعني بيننا وبين بعض وعايشين مع بعض، وتلاقي اتنين متجوزين ومكملين حياتهم كل واحد في ناحيه عشان لا هي تاخد ولا هو ياخد. طب ليه يعني ليه نخلي الفلوس تخلينا مش واخدين راحتنا، مش واخدين حقنا؟ ليه ما تعيشيش مع زوج تاني في حاله ان انت تنفصلي عن ده؟ يعني حته الفلوس فعلا بره مأزماهم، بتخليهم يا اما ما يتجوزوش خالص ويعيشوا مع بعض من بدون جواز عشان ما يبقاش في ماديات ما بينهم، يا اما بيفضلوا متجوزين بس منفصلين. صح. بس تعرفي ان الموضوع ده بجد يعني على ارض الواقع صعب تطبيقه جدا. يعني تعالوا كده نتخيل يعني واحد وواحده متجوزين وحصل بينهم مشاكل، والمشاكل دي تطورت بشكل كبير جدا لغايه لما بقت الحياه بينهم تكاد تكون مستحيله، مش بيحبها ولا هي بتحبه، وتعالوا نقول كمان ان مفيش بينهم اطفال، يعني مفيش حاجه تستدعي ان حد منهم يستمر في الحياه الزوجيه الفاشله دي. قولوا لي بقى دلوقتي يعني ساعتها ايه المفروض يحصل بالنسبة للاتنين دول؟ يعني الراجل مش قادر يعيش ومش عاوز يكمل، ايه بقى اللي يحصل؟ يفضلوا قاعدين؟ مين اللي يطلب الطلاق؟ ما انا مش هينفع اطلب، انا لو طلبت هدفع، دي هتبقى حياة جحيم. بالظبط. وهو لو طلب هي هتدفع. ولو معهوش فلوس طب اتطلق منه ليه؟ اديني عايشة معهوش فلوس، لو اتطلقت مش هاخد منه حاجة. بس انا اعتقد ان ده سلاح ذو حدين، يعني طبعا الحياه بتبقى ساعتها مستحيله جدا ان هم يعيشوا، بس كمان دي بتبقى فرصه ان هم ممكن يتلاقوا تاني، خصوصا لو كان بينهم حب مش جواز صالونات. اعتقد بصي انا عايزه اقول لك حاجه، هو يعني انا شايفه تكمله على نقطتك انت انه ممكن يبقى له بوزيت ناحيه ايجابيه، انه كمان الجواز مش سهل ومش ببلاش كده، ومش اي جوازه والسلام ومهر اي كلام ونفقه اي كلام ومؤخر اي كلام ولا وات ايفر، فيلا نتجوز. الولد هيفكر كمان مليون مره قبل ما يقدم على الجواز، وهي هينقوا كويس قوي وهيقرروا ان هم يبقوا يعني ياخدوا وقتهم ويركزوا كويس قوي في اختيارهم، لان اختيارهم ده لو فشل هيكلفهم كتير قوي. صح. بس برضو هرجع واقول لك يا ندى انه مفيش حاجه في الدنيا ممكن تخلي حد يكمل في جوازه
هو مش عايزها، حتى لو هي هتاخد نص فلوسه وحتى لو القانون ده اتطبق هتيجي في وقت برضه هتقولك مش عايزه نص فلوسه ومش عايزه نص ثروته، عايزه اخلص بحياتي وعايزه انفد بجلدي ومش عايزه اضيع سنين اكتر من اللي ضاعت. يعني هو لو غبي وقرر ما يدياش حاجه وقال لها اقعدي بقى زي البيت الواقف كده انت مش فارقه معايا وانا هروح اعيش حياتي واتجوز، ساعتها هتقول له يلا في 60 دقيقه مش عايزه نص ثروتك. يعني هو القانون ده بيحفظ للمراه حقها في حاله ان الراجل محترم بس ومستعد يطلقها وموافق يديها نص فلوسه، لكن ممكن يقول لها ما تطلقيش انا مش عايز اطلقك، اطلقك ليه؟ ما انا اروح اتجوز 2 و3 و4 وانت خليكي قاعده. فاهمه؟ بس برضه هم عشان ما عندهمش طلاق جواز تاني، فساعتها الراجل بيضطر يدفع عشان هو كمان يقدر يتجوز تاني، لكن في مصر الراجل هيضطر يدفع ليها يقول لها ما تطلقيش خليكي قاعده. وعشان برضه ما نبقاش متحملين قوي وجايين على الرجاله، في ستات يعني بيبقوا لا يطاقوا وطلباتهم كتير وتقارن جوزها بحد تقول له شفت فلان وشفت علان وتحرجه دايما وعلى طول الخط حطاه في مقارنه مع فلان وعلان وشفت جاب لمراته ايه وبيسفر مراته ايه وهات لي، طيب انت اتجوزتني ليه؟ طب انت عملتني ليه؟ طب ما هنا لازم يخلص منها. وبعدين الفكره في حاجه، القانون ده ما اتطبقش عندنا في مصر، واحنا كمان في بعض حالات الزواج بص تلاقي مثلا ايه الراجل يضرب مراته ويمضيها غصب عنها عن تنازل عن قيمتها عن اي معفش. انت بتتكلمي بقى في ثروه، يعني انت بتخيلي ان ده بيحصل وبيحصل عنف وممكن يمضيها على في شيكات على بياض علشان يطلع من الجوازه كامل مكمل واخد كل فلوسه وهي ما تاخدش منه قرش وهو اوريدي مش هتاخد نص او العكس برضه او العكس. لا في بتجيب اهلها وتمضيه. صح ده حقيقي. انا ده بقى عندي يتضرب العلقه المتينه ده حقيقي ويتخرشب ويمضي وهو عامل كده. ايوه صح ما يعرفش بيمضي على ايه. لا في ستات يتفات لها بلاد. صح في ده وفي ده والله. طيب تعالوا نطلع نشوف التقرير ده مع علاء ونرجع تاني. معانا ضيفتنا النهارده شروق. اهلا وسهلا يا شروق. النهارده موضوعنا عن الطلاق. ايوه الطلاق وانواعه وطرقه وفي حاجات كتيره قوي للطلاق هنقولها مع بعض. انت اول حاجه ايه رايك في الطلاق عموما؟ جميل جدا. نعم جميل جدا. ليه جربتي الاحساس؟ اه طبعا والله. حلو. وهو بيتقال لك انت طالق ولا وهي بتتكتب احسن؟ ايه رايك فيها؟ الاثنين اجمل من بعض الصراحه. يعني تحبي تسمعيها ولا تشوفيها؟ احب اسمعها. اه انت طالق فهاتي كده مبسوط ولا بالثلاثه احسن؟ يعني بتحبي ايه؟ بالعشره ممكن. ايه الاسباب اللي بتخلي الطلاق؟ التسرع مثلا في الجواز ان انت اتسرعتوا انتوا الاثنين انتوا تتجوزوا، ولا بتكتشفوا حاجات في بعض لما تتجوزوا تلاقي ان ده ما ينفعش يعيش معاكي او انت تعيشي؟ ايه مثلا اللي الاثنين؟ التسرع وبعد كده العشره بتبين بقى ان الديفوهات كل شخص. مفيش كيمياء. يعني دلوقتي احنا عندنا بعض الحاجات اللي بتتناقش ان احنا الزوج والزوجه لما يجوا يتطلقوا الزوج لو قال لك انت طالق ياخد انت تاخدي منه نص ثروته، وانت لو طلبتي منه الخلع ياخد منك نص ثروته. تمام. فدلوقتي انا ملاحظ ان انت لابسه مثلا 8 كيلو ذهب او حاجه على نفسك، فهل ده هو اتطلق فورستي ولا انت ما لحقتيش القانون؟ لا والله ما لحقتش القانون الحقيقه، انا دفعت. يعني دي كمان دفعت عشان تخلص؟ اه للدرجه دي. يعني طب انت اتحبسي بقى ال- 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 الطلاق ده ايه رايك فيه؟ الفكره كويسه، بتسبب فيه عدل في الموضوع اللي هو اللي هيطلق التاني ويجي عليه بالظبط ياخد منه نص فلوس. بالظبط صح. وانت لو بقى افتريتي عليه وده وحش واخاف ولا اقيم حدود الله يا عم الشيخ فخدتي منه الفلوس بتاعك. طيب في فكره تانية ان مثلا الست لما بتبدا بتخلف فبتستحمل عشان الولاد. تمام. انت مع الست دي ولا ايا كان المبرر انا ما ينفعش اكمل؟ انا الحقيقه عملت كده وندمانه جدا ان انا عملت كده. غلط. ندمان جدا. صعب ان البني ادم يجي على نفسه يتحمل عشان حتى لو عشان الاولاد، بالعكس ده كان ضرر بالنسبه له. في ستات تانية تقول لك مثلا ممكن جوزها هيخونها يعمل بس تخاف من فكره الطلاق. تمام. تقول هيعيش ازاي؟ هصرف منين؟ هو الدخل هو وانت ممكن تحبي النوع ده من الستات؟ لا برضه ما يجيش معايا. لا انا عندي حكايه الخيانه بالذات. دي لا يمكن بعديها خلاص شكرا. طب هو خاف ليه؟ روح اساله. ايه روح اساله. عمل كده ليه؟ مش عارفه بصراحه. ما كنتيش لا محضره له الالوان؟ لا 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 حسيتي لابسه اسود دلوقتي وانا بصراحه عايزه هم اتجوزوا. فما بالك في البيت اكيد بتبقى الوان اكتر. يعني الخيانه مش سببها جمال.
ده طبع في الانسان، طبع في الانسان، ده طبع في الانسان. بس لازم اغير طبعي وانا ما بشوفش ولا ايه؟ هو لو ما حدش اتغير خلاص صعب ان انت تكمل معاه. صح بس صح. هي الفكره بس انا من موقعي هذا انا بطلب ايد شروق على الهواء، ولو شروق موافقه ان احنا نتجوز فانا بجد بجد انا ممكن اوافق عشان حاجه واحده بس. إيه النبي؟ عشان اسمك علاء. النبي حاجه بتحبي عشان اسمك علاء. ليه علاء عمل ايه في انا بحب اسمك. بتحب اسمك يعني موافقه خلاص؟ موافقه عشان الاسم ولا عشان خاطر ايه؟ عشان الاسم. خلاص يا جماعه احنا اتجوزنا الحمد لله، انا وشروق، وبجد قريب جدا هنقول لكم امتى الميعاد، ومش عارف مش عارف طلعت ازاي دي، ازاي نتكلم في موضوع زي ده يعني. بجد يا شروق احنا كنا مبسوطين جدا ان انت كنت معانا، وبجد انت دم خفيف جدا، وبجد احنا حبيناكي جدا. ربنا يخليكي. على كلمه اخيره تحبي تقوليها بقى للموضوع ده عامه؟ خليكي كده فريش وخلاص تعبانه في حياتك على طول كسر. خلاص خلاص حتى لو عندك 10 اولاد مالهمش لازمه، اهم حاجه الراحه النفسيه. بالظبط كده. شكرا ليك يا شروق، نورتينا حبيبتي، نورتينا، ربنا يخليك. والله انا ضد تماما القانون ده، مش علشان خاطر او انا خدته وهو معاه كام ودلوقتي معاه كام، عشان ساعة ما ده هيحصل اكيد الحكومة هتشوف هو عنده كام دلوقتي. ماليش دعوة، انت ممكن تكوني اتجوزتيه شحات اساسا، فاكيد هم هيحكموا على اللي معاه دلوقتي. بس انا مش هرفضه عشان ده، انا هرفضه عشان هنشوف بجد حاجات عيب قوي هتحصل، وهنبص نلاقي مش عارف واحدة خاطفة مخلية اهلها يخطفوا جوزها عشان يمضوه على تنازل عن كل حاجة، وهو مش عارف بتضاربها في البيت ومدغدغة والجيران متفرجين عليهم علشان يمضيها ان هي ما تاخدش حاجة. فانا شايفة ان بالعكس القانون ده هيعمل عنف وهيخلينا ماديين زيادة عن اللزوم، بنبحث عن المادة فقط لغير، او هنبقى زي الاوروبيين نعيش مع بعض تحت سقف بيت واحد والحياة تبقى منا جحيم لا تحتمل. لا وبعدين ممكن الراجل بقى ايه خاف يطلع لشريحة اعلى، يعني يقول لك انا 5 سنين وانجز تاخد 5% سهلين، انما اخش في 15 حرام. انا بس عايزة اقول حاجة، عايزة اقول المسألة دي وخصوصا المسألة المادية بعد الطلاق دي بتتوقف على ضمير واخلاق الراجل. الراجل ده لو عنده ضمير واخلاق وشايف ان الست اللي كانت في يوم من الايام مراته زي أخته أو أمه أو بنته أو أي ولية تخصه، دي ولية زي الولاية اللي عندك. أنا معلش أنا بحب أتكلم بالبلدي كده عشان إيه، يعني دي الطريقة اللي بتريحني في توصيل المعلومة. في الأصول في الجواز كده صحيح فعلا مدرية. أنا بقى شايفة إن الأخلاق بتيجي من القوانين، وهي دي مشكلتنا، ان احنا بنقول احنا عندنا أخلاق وعادات وتقاليد، بس ما عندناش قوانين فأخلاقنا باظت. لما يبقى في قانون، وقانون رادع وقانون قوي وصارم وبيحمي الست، ساعتها جيل ورا جيل ورا جيل هنلاقي عندنا أخلاق. بس المشكلة في القانون ده إيه بقى؟ القانون ده حلو جدا، بس زي ما قلت في الأول القانون ده عايز 150 سنة. ليه بقى؟ القانون ده عايز معاه مجموعة قوانين تغير شكل الجواز نفسه، لأن قوانين الجواز من الأول للآخر كده عايزة مراجعة. القانون ده خطوة بعيدة شوية، لازم نمر بخطوات كتير الأول في شكل الجواز وفي قوانين اللي ليها علاقة بالجواز وبالأسرة وبالحقوق و و و و عشان دي تبقى النهاية، أو يبقى القانون النهائي في الآخر اللي ممكن نحطه ونعرف نطبقه، وما يبقاش فيه اللي بيضرب مراته عشان خاطر تمضي، وما يبقاش فيه اللي بتضرب جوزها عشان خاطر يمضي، لأن في الأساس في قوانين عامة عاملة أخلاق للمجتمع بيحترمها، عشان كده نقدر نطبق القانون ده ساعتها. القانون ده على فكرة احنا زينا زي الغرب، هم عندهم مشاكل واحنا كمان عندنا مشاكل، يا ريت نشبههم في أخلاقهم، ويا ريت نشبههم في قوانينهم، ويا ريت نشبههم في احترامهم لقوانينهم اللي بتحافظ على البني آدم لأنه هو قيمة إنسان. نطلع فاصل ونرجع نكمل، استنونا بعد الفاصل. معانا النهارده ضيفه رمز المزه الالمانيه. انا بشوف ان كل اللي اشتغلوا مع احمد زكي كانوا من المحظوظين. حبيبه محمد، كان الموضوع فيه خوف او رهبه؟